بس تسمعوا حدا عم يحكي عن ولاية الفقيه يسأل شو معناتها وشو هي وشو بتحتوي. قبل ما واحد يتكلم عن شغلة لازم يعرف شو هي ويقدر يناقش فيها. السؤال الذي طرحه النائب ميشيل عون لم يجب عليه على الرغم من هجومه على منتقدي ولاية الفقيه، فما هي حقيقة هذه النظرية؟ خرجت هذه المسألة من بطون الكتب ومن مقاعد الدراسة لتصبح نظاما سياسيا ودولة قائمة في إيران، ولم تعد تعني ولاية الفقيه المرجعية الروحية كما يمكن أن يفهمها البعض، وأما ولاية الفقيه التي تمثلت بنظام سياسي أصبحت دولة قائمة، بحيث أن الأحزاب والتنظيمات التي تؤمن بنظرية ولاية الفقيه هي تابعة لولاية الفقيه في إيران. ومعنى التبعية لولاية الفقيه في إيران هو الأخذ بسياستها في المناطق التي تريد أن تثبت إيران حضورها فيها. في لبنان ارتباط حزب الله بولاية الفقيه هو ارتباط وثيق لا تنكره ولا تخفيه قيادات الحزب، فكيف يمكن الفصل بين من يرتبط بهذه الولاية وبين حليفه الاستراتيجي أي النائب ميشيل عون؟ حزب الله عندما يقول أنا تابع لولاية الفقيه يعني هو ينفذ سياسة ولاية الفقيه في المنطقة، وإن كانت ولاية الفقيه قد تقول له بأنه أنت يعني أنت لبناني وأنت مثلا عليك أن تراعي أوضاع المنطقة التي أنت فيها، ولكن إذا طلبت منه ولاية الفقيه أن يقوم بدور عسكري أو بدور أمني أو بدور سياسي فعندئذ لابد وأن يلتزم بقرار ولاية الفقيه. الذي يطرح نظرية ولاية الفقيه هو يطرحها نظرية عابرة للحدود وللجغرافيا وللشعوب وللأوطان. يعني نحن لا يوجد لنا إشكالية حول اعتماد إيران لنظرية ولاية الفقيه داخل حدودها، وإنما الخلاف معها أنها تريد أن تصدر هذه النظرية إلى خارج حدودها. يشير السيد الأمين إلى أن رفض أوامر ولاية الفقيه هو غير وارد عند المؤمنين بها، مؤكدا أن هذه النظرية العابرة للحدود الجغرافية لها أبعاد سياسية تؤثر على السياسة الداخلية اللبنانية.